C'est la troisième version des matinées de l'industrie. مهمة لأن الناس العاملين في هذا القطاع متبعين بدقة أشنا هي هذه الانوفاسيون يعني الانوفاسيون الابتكار قطاع الصناعة مهم جدا فهذه السنوات الفارطة اللي كنشوفوها هما أرباب العمل في المغرب في هذا القطاع ديال الصناعة عطاو واحد الأهمية خاصة لميدان الابتكار وعندهم نتائج إيجابية مهمة وإلا شفتوا مصير اللي هو يعني فونداسيون مصير فيها 120 ديال لي شيرشور مغاربة عطاو نتائج إيجابية مهمة جدا 158 ابتكار عندهم بروفي دو ريشيرش اللي اليوم عبر العالم كيعترفوا انه المغاربه لي شيرشور ماروكان عندهم مستوى دولي عالي مهم جدا فاحنا فخورين انه الناس في قطاع يعني الصناعه كيهتموا بالابتكار لانه هو في المستقبل غادي يكون اهم شيء في قطاع يعني الصناعة في جميع الميادين لا في الطيران ولا في السيارات ولا غيرهم هذا مهم جدا وإحنا فخورين لأن المغاربة واعيين بدقة بهذا المهمة اللي عندهم خصهم كمغاربة يوصلوا المغرب في ميدان الابتكار بأحسن ما يمكن في المستقبل إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.